حبايبي جريد 6 مكملين في دروسنا في ريستر 2024 ورجعنا تاني بنقول كلمة LCM. يبقى انت عندك الجي سي اف مكمل في كذا درس وادي LCM مكمل معانا كمان في درس هنلاقي بلس هنلاقي ماينس. يبقى لما الاقي مسألتي بلس لما الاقي مسألتي ماينس تعالوا كده مع بعض. يبقى انا لما الاقي مسألتي بلس مسألتي ماينس وانا عندي 2 فراكشنز او 3 انت لازم تجيب ال LCM. الاكسرسايز بتاعي اللي انا هشتغل عليه جايب لي اول حاجه بيقول لي يا ترى انا معايا 2 نمبرز زي ال 4 وال 12 تقدر تقول لي ال LCM؟ اقول له اه طبعا. طب حد فاكر؟ اروح ماسك ال 4 هعمل لها ايه؟ اجيب البرايم فاكتور. ها مالك؟ ال 4 الله عليكي مالك 2 احنا عايزين ال 12. علي صوتك مش سامع. برافو عليكي بس انا كده خلصت؟ شكرا. نفك كمان ال 4. علي صوتك كمان. يلا بقى عايزين ال LCM. بناخد الكومن واللي مش كومن. يبقى انا هاخد ال 2 دي مع ال 2 دي ادي واحد. ال 2 دي مع ال 2 دي ادي واحد. خلصنا؟ لا. نسينا مين؟ لسه هنكمل. هعمل لهم تايمز 2 تايمز 2 4 تايم 3 يبقى ال LCM بتاعهم مين؟ 12. يبقى انا لما هاجي اشتغل كل ما تبقى مسالتي بلس ولا ماينس هنعمل ايه؟ اجيب ال LCM. استاذ طه سيب كل حاجه في ايدك عينك هنا عشان لما اقول لك يلا حل تكون فهمت حاجه حبيبي. يلا مع بعض. اول حاجه الراجل ده بيقول لك كلمه ايه؟ قال هل يا مستر ينفع اعمل كوارتر بلس تو ثيرد؟ تقول له لا. لا ليه؟ تقول لي علشان الدينومينيتور نوت ايكوال. تاني معايا هنا 5 و 2 في الدينومينيتور ينفع اعمل بلس؟ علي صوتك لا. امال لازم ايه؟ تقول لي LCM. تعالى بقى نقول طب وانا ال LCM ده اجيبه منين؟ ما انا علمتك الطريقه. طب هل في طريقه ثانيه تقدر تقول لي عليها؟ قال لي ايوه. تعالى نروح على صفحه فاضيه ونشخبط. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه الطريقه الثانيه اللي انت عايزها. انا هعمل لك الطريقتين. بص كده حبيبي لو انا بقول لك انا عايز اعمل هاف بلس 2 ثيرد ادي هاف بلس 2 ثيرد. أول طريقة حبيبي إن أنت تقول أنا هجيب ال LCM. طب ال LCM أنا هنا معايا كام؟ طب ما هي التو مش هفكها وهنا معايا كام؟ يبقى ال LCM هاخد 2 تايم ايكوال كام؟ برافو عليك. طب أنا هعمل إيه؟ قال لي اسمع لو سمحت. الناس اللي بتلعب برجليها خد بالك. تقول لنفسك أنا هنا معايا 2 عايزها تبقى يبقى هطلع اب اعمل تايم 3 وداون تايم 3 عشان اوصلها ل 6 عشان اجيب ال LCM بتاعت 2. بنفس الطريقه انا معايا كام؟ بس انا عايزها كام؟ يبقى هطلع اعمل ايه؟ الله اب وداون. في مشكله؟ على فكره ده كل ده كان السنه اللي فاتت بس انا مش هقدر اقول لك. طب يا مستر بدل ما اتعب مفيش طريقة أحلى وأسرع؟ قال لي في طريقة. قال لي بص بقى الاتنين دول ديفرنت. لا عينك هنا مش عينك عليا. الاتنين دول إيه؟ ديفرنت. الدينومينيتور ديفرنت. أعمل إيه؟ قال لي أعمل كروس. آخد الفري وأروح أعمل تايمز أب وداون كنت بعلمها لك السنة اللي فاتت. ما أرجعش بإيدي فاضية آخد مين؟ وأروح بيها هنا. أب وداون. شكرا. في مشكلة؟ نقول تاني؟ طب تعالى نتدرب على الحتة دي، يعني إيه نتدرب على الحتة دي؟ يلا نلعب مع بعض لأن أنا شايف إن طريقة الكروس هي الأجمل. بص معايا. هنا كام؟ وهنا؟ أقدر أعمل تايم 12 أبو داون؟ أقدر أعمل تايم 4 هنا أبو داون؟ طب في طرق تانية؟ أيوه أجيب ال LCM.
تعال نقول تاني، معايا هنا كام؟ 2 وهنا 7 ديفرنت. هعمل كروس. يعني كروس؟ 7 تروح تعمل تايمز ابو داون، ما ارجعش بيدي فاضيه. نقول تاني؟ طب استنى يا مستر، انا عايز طريقه ثالثه. ايه ده؟ هو في طريقه ثالثه؟ ايوه في طريقه ثالثه. بص بقى معايا، افرض يا مستر، بص بقى معايا اللي جايه دي عشان عايز بس تفهم ما تحفظش. لو انا معايا هنا 1 على ال 2 وادي 3 على ال 4. اول طريقه اجيب ال سي ام، تاني طريقه اعمل كروس. طب في طريقه ثالثه؟ قال لي اه، تروح للبيجر. يبقى دي طريقه، طريقه وادي طريقه. اروح لمين؟ في الدينومينيتور مين البيجر؟ اروح واخد الفور واروح للصغير اقول لها يا تو تنفع تبقى فور؟ تاني اسيب البيجر واروح للصغير واسال الصغير يا تو تنفع تبقى فور؟ طب ازاي؟ يعني هتلعب مع واحد بس، فهخلي الصغير زي الكبير. حد فاهم حاجه؟ لا. اسمع بس، معايا هنا 2 3 ومعايا هنا 5 على 6. اول طريقه طب مش عايزها. تاني طريقه ال 6 تروح ابو داون وال 3 ترجع ابو داون. عندي الاحلى والاحلى، اروح لمين؟ لا خلينا بقى نقول للسمولر اهو عشان ما اضيعهاش. نروح للسمول واقول له يا 3 ينفع تبقي 6؟ طب ازاي؟ شكرا. حضرتك هتلعب مع واحد وتلاقي بعد كده ان انت قدرت تجيب ال سي ام للتو دينومينيتورز. معايا؟ طب برضه مش فاهم، بص بقى معايا هنا اهو، ال 2 تنفع تبقى 4 عشان هعمل لها تايمز 2. ابو ده يلا 1 تايم 2 2 تايم 2 وادي اهو 3 على ال 4. ايه لما لاحظته دلوقتي؟ الله عليك، لما يبقى الدينومينيتور زي بعض ولا بلس؟ خد واحده. لما يبقى الدينومينيتور زي بعض واعمل ايه؟ اعمل بلس للي فوق بس. فينش. ادي درس الادب. نقول تاني؟ نقول تاني، بص معايا. لو انا بقول لك 3 على 5 وهنا 7 اوفر 10 عايز اعمل اول حاجه عندي طريقه ال سي ام، تاني حاجه اعمل كروس. عندي الاجمل والاحلى، اروح لمين؟ اروح للصغير. مين الصغير؟ اسالها تنفعي تبقي 10؟ نقول تاني، اروح لمين؟ اقول له ايه؟ طب هتنفع ازاي؟ الله ينور عليك. اروح جاي بقى في سطر جديد 3 تايم 2 بالراحه حبيبي 5 تايم 2 الراجل ده زي ما هو. ايه بقى اللي انا شفته جديد؟ الدينومينيتور زي اخد منهم واطلع اعمل بلس. نقول كمان نو، تعالى نعمل ستوب.